وانا داك الحلم ديال الغربه من الصغر ويعني كنسمع الدراري الحامه ديالكم طلعوا السينا خصك تطلع غتغمقوشي ديك الدراري كيعاودوا عندكم بالحديد راه ما كاين والو كاين كلشي عايش بالترامس كلشي عايش بالحرام كلشي عايش بالكريدينا فهمت المانيا انا جبرت مشاكل واش حبس ما تشليش يعني في المغرب بقيتي مشاكل صافي شليش برك في المشاكل مغربي في الغربة غريب ديما نمو تقريب حنايا ما محسوبينش حنايا ما محسوبينش غير ما حتى شي تشوفوا فينا عينا ما كنهضروا حتى واحد ما داها فينا كتكذبوا علينا في التلفاز غمقتوا علينا انا كنبكي غير الدم والمغرب جاري لي في الدم بالعله اللي كتسرقوا السلام عليكم وعليكم السلام فينا اخاي مورا مغربي في الغربة مرحبا بكم اخاي مورا مرحبا بك هنايا في المانيا مرحبا بك هنايا في دوسلدورف اخاي مورا معاكم والد اخوتي 22 سنة مقيم في دوسلدورف ألمانيا وين عايش هنايا في ألمانيا 3 سنين ونص ألمانيا فهمتي كيفاش الخاوة يعني وحنا ماشيين معاهم فهمتي من الشباب الجداد نقولوا هنا انت اللي هنا في ألمانيا المهم 3 سنين راه الله يجعل الله فيها شي بركة مدة طويلة فهمتي وحنا ماشيين مع الوقت الخاوة فهمتي كيفاش كل واحد فين وحنا هنايا وهي مش نقول لك خويا وليد كيف جيت لهنا وكيف جاتك الفكره تجي لهنا المانيا ولا بالضبط دوسلدورف وما كذبش عليك اخي مورد المانيا الخاوه فهمتي كيفاش شحال هذه كانت عندك كنان جليله فهمتي كيفاش اني ما خليت فين مشيت فهمتي النرويج يعني ما جيتش من المغرب اللي شان لهنا لا دواس حروبت يعني مقاوز حروبت الخاوه وانا ماشي عادي فهمتي كاين فهمتي كاين شي واحد شي وحدين وكل واحد كيفاش القصه ديالو انا القصه ديالي بوحدي فهمتي كيفاش المهم سكندينافيا دورتها كامله عندك السويد لا تمشي شويه بشويه يعني من المغرب اللي مشيت انت من خرجت من المغرب اول مره اخي مورد طلعت باقي صغير للغربه فهمتي طلعت عمري 13 عام قول دابا تقريبا واحد 8 سنين زياده طلعت 9 سنين ديال الغربه فهمتي كيفاش الخاوه طلعت باقي صغير اسبانيا والعالم والسنتروس ودوزنا الغربه وانت يعني كنت باقي صغير الحلم ديال الغربه اخي مورد المغرب ما تينا كتعرف اخا وبنادم باقي صغير في المغرب كي كتجيبها كي فهمتي كيفاش خصو ضروري يعمل شي حاجه الراس وانا داك الحلم ديال الغربه من الصغر يعني كتسمع الدراري الحامه ديالكم طلعوا السينا خصك تطلع باي طريقه خصك تطلع ضروري غتطلع فهمتي اذا عملتي شي حاجه في بالك كتوصل عاود لي شويه المعاناه يعني طفل واحد 13 سنه خوف اسبانيا ما عنده لا عائله لا والو كيفاش كانت الاجواء والخاوة كتحس براسك وحداني فهمتي كيفاش كتحس براسك وحداني وبعيد على الوالدين ديالك بالحق الخاوة داكشي مع الايمات كتسانس فهمتي كيفاش يعني ملي كتكون طلعتي باقي صغير كتكون باقي فيك واحد فهمتي كيفاش باقي العقل ديالك باقي صغير شي حاجه فهمتي كيفاش يعني انا يعني ديك الجو اللي دخل معايا انا جبرت راسي كبير لقيت المساعدة ملي دخلتي اول مره لاسبانيا جبرت مساعدة الخاوة مع جيت من برشلونة عاد لي الوراق ديالي فهمتي حنا جوالة فين ما مشينا راك عارف يعني نقول انت مقاوز دول اسبان اسكندنافيا الدنمارك كوبنهاغن النرويج فهمتي كيفاش الخاوة نقول يا خويا وليد كيف جاتك هنا المانيا ملي جيتي مثلا المانيا اخي مورد بلد مزيونة فهمتي كيفاش عندها قانون ديالها مزيون فهمتي حتى حاجة ما خصك انا اذا جيتي لهنايا كدير كلشي ديالك فهمتي كيفاش ما كي ما كيضيعوك شي مره كنتي كل شيء ديالك الخاوه وانا حاليا انا عاطيني التكوين المهني كنتعلم ميكانيك فهمتي كيفاش قولوا انت انا كنقرا على التكوين المهني كنقرا على التكوين المهني المانيا فتحت لي الخاوه باش خلتني نتعلم واحد الصنعه هنايا فهمتي كيفاش اخا يعني عطاتك واحد الفرصه يعني تعلم الصنعه اللي تقدر تكون بها من بعد المستقبل ان شاء الله علاش لا خويا وليد فين اخاي قول لي فين حنا دابا حنا دابا في الشارع الرئيسي اخاي مراد فهمتي اسمه برغن فهمتي كيفاش الشارع هذا معروف فهمتي بنادم دابا غيجلس فيه يتقهوى فيها الخاوه كل واحد اللي يجي لدوسلدورف يعني يجوز مات الشارع الرئيسي ديال يجي يجلس فهمتي ما يعني ما كاينش صداع ديال الراس ماشي بحال المغرب هنا ما كاينش اللي اديك هذا يعني كاين خطط كنشوف واحد النيطه من بنادم ماشي ساكت هذا السكت ماشي لا سكت كيفاش ما كاينش فوضى اخاوي كاين السكت واللي اديس ما كاينش اللي اديك فهمتي ما كاين حتى شي حاجه حسيت بديك الفرق يعني بين البلاد ديالنا مثلا خارج ديك الحي انا ساكن في وسط حومه تشوكسام
الحومه القتاله والغاب فهمتي ها بان لك واحد الفرق كبير نقولوا ماشي غير فرق كبير جبرت راسي تما طحت جبرت راسي هنا قدام بزاف د الحاجات الخاوه ماشي غير اجي ورجع اوكي قول لي شنو نقدر نجرب في هذا الشارع هذا هنا هذا الشارع هذا خاي مراد فهمتي كيفاش يعني اي حاجه بغيتيها في البيت جبرها فيه عندك خصك تشري حوايج خصك تباصا فيه خصك تجلس في قهوه كاين كلشي كاين السينما كاين اي حاجه يعني اي حاجه بغيتي هذا الواحد طلب يجينا هذا الشارع يجبرها هي جبرها. السلام عليكم خوتي مرحبا بكم في دوسلدورف. حنا في دوسلدورف اليوم نعرفوكم ان شاء الله في دوسلدورف شنو وقع في دوسلدورف. الحمد لله حنا عايشين هذه دابا تقريبا عامين وسبع شهور الحمد لله لا ورق لا جوج وبالحق متقين الله ومصابرين طريق ربي سبحانه وتعالى ربي امره كيخايبنا. قال لك من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني من هذا خصو يشبط طريق ربي سبحانه وتعالى وعايشين الحمد لله عايشين معهم بازون نوريكم حتى الازو كيفاش عامله شنو هي الازو لازم نشرح لنا شنو هي الازو. خاوا جينا جوعنا معهم حيتاش ما عندناش الورق شحال علاش كتحشم الخاو انا عايشين في الالمان ها دول لوك عطينا ورقه باغي نخرجونا من الالمان انا عايشين في الالمان ولكن ليس علاش خبع الخاو ليس الحادي فهمتي عطينا اقامه في الالمان عطينا السكنه باطل 350 دول اورو فهمتيني كي صار دوك تمشي تقرا كاين اللي كيبغي يمشي يقرا والحمد لله كتعلم اللغه كتدبر خدمه كتخدم خدام يعني عندك الحق تستقري في المانيا بهاد الورقه هادي تعيش في المانيا خدام بخير واكل شارب نعاس دوله كتساعدنا مهاجرين ولكن في المانيا ما تقدرش تعاود تشوف والدك في البلاد تعاون والدك كل شهر واحد الخلصه ديالو باش الناس عايش في المانيا انت في المانيا كاين واحد الحال يا اخو كاين الدري كيشبر واحد المصير يا اخو شنو كيتشبروا ديك 350 اورو ما كتقدوش علاش كيتعطى مخدرات ما كيصليش كيتعطى المخدرات يعني كيشبر كيخرج من طريق الشيطان. حنا دابا في اوروبا عندنا زوج د المصير عندك مسجد وعندك طريق الشيطان يعني زوج الحاج ولا شباتي طريق ربي تبات ديك 300 تسخر بيا تعن والديك واحد 50 اورو كل شهر ولا 100 اورو اللي كتب الله وتصلي تبات طريق ربي مستقيم. اما كاينين شي فئه اخرين كيخرجوا على الطريق يعني كيتعاطوا مخدرات كيبقاو السرقه كيمشيو الزينه كيمشيو مع النساء مثلا اليوم مع وحده وغدا مع وحده واليوم معاه وبعدا مع صاحبه غدا كتحبل منه يعني المصير ديالو هو في الشارع وما شابرش الطريق ومصير ابنه كذلك يتبعه ابنه كيقدر يخرج على الاسلام يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. الشباب اللي بحالك في المغرب كيفكروا بالهجره يعني كنصحوا الدراري ديالنا فهمتي اللي بخير الحمد لله هنايا ماشي نقول لك ما ضايعين ولا شي حاجه بخير عطينا الحقوق ديالنا ولكن بلا ورق يعني والحل ديالنا حنايا اللي في اوروبا ني الشباب يعني وحده فيهم كتبى طريق ربي وكتصبر. النصيحه ديالي دري المغرب الخاوه نصحهم لحدا والديه فهمتي يتهلا في والديه ويخدم على راسو ويكافح في بلادو الخاو الدار ديالو يكافح ويخدم يعني حنايا هنايا عطينا سكنه باطل 300 اورو يعني في بلاد تقدر تيني عايش مع والديك وتجيب 300 اورو في الشهر يعني تصبر يعني احسن. اما ولا عندك الورق هذيك حاجه اخرى حنا ما عندناش الورق يعني هنايا دابا مثلا مغاربه ديالنا هنايا ما عندكش بنتو علاش انا نكون ما نعطيش بنتي يعني انا بوحدي ما عندي لا ورق لا والديه لا حتى حاجه ما خدامه ولا عايش في ازول 300 اورو في الشهر والسكنه عمشي خطب له بنته عمي فيها تعيش بنتو الزنقه يعني غدا بعدو تطلب بنتو الزنقه يعني بنادم خصو يكافح ويعمل المستقبل ديالو لا اله الا الله محمد رسول الله. اش نقول لك حنا الحمد لله متدينين شابرين الطريق ديالنا وكنصلي وكنعبدوا ربي سبحانه وتعالى قال لك الا بذكر الله تطمئن القلوب الحمد لله شابرين ديننا ولا اله الا الله محمد رسول الله وربي سال على اي واحد ونصح بنادم الخاوه شبط طريق ربي سبحانه وتعالى ويعاون والديه الخاوه. السلام عليكم حبابي وديما اي ار تي في الدم فهمتي كما كتشوف اخي مراد حنايا دابا في الحومه العرب المهم خلطه حنا دابا جينا هذه الصونه هي صونه المغاربه والعرب يا هادي كاينه واحد الحومه هذيك من ساحه المغاربه بالحق تهديد من حومه المغاربه فهمتي شكون هذا الموطا هادي هادي هوبانهوف بالحق حسبتها هي جهاد المغاربه فهمتي المهم ندخلوا عند كليان ديالنا هذا كناكل عنده السلام عليكم خويا لاباس خويا الله يحفظك الله يحفظك الغربه الله يتوب عليك هانية اشحب الخاطر جيعانين جينا ناكلوا صحيح في المغرب وتاكلوا هنايا راه هذا الجوع ديال بصح هنايا اوروبا كاين الاكل المغربي هنا خويا الاكل المغربي هذا محل تركي ولكن كان ولكن ماشي في هذا الشارع هذا كان شارع اخر هذا خاص الماكله التركيه نعم ولكن تعرف معروفين بالتركان يقولوا دونا ويا بالاسم العربي الشوارما اللي معروفه لحم مفروم والحمد لله يعني خويا المغرب يعني انا ماشي قد نقول لكم بلادي كنموت عليها وكنبغيها ونطلب ربي العالمين شي رحمه الرحيم يا سيدي ربي تعطينا واحد قنبله وجلي شي بركان يطردك هنا ويردنا في المغرب صافي ويبلعوا لنا ديروا بحال الاخر بحال نتاع ما بيننا وبين الجزائر يبلعوها. قول لي كاين الاجواء المغربيه هنا في هذه المدينه؟ الا بغيتها يعني تقلب عليها قاصحه تخيل انت يا جارك يعني تكون فاميلي ديالك مغربي ما تشوفوش يعني تقريبا ست شهور والله ما تشوفوا ما
بقش تشوف يعني كتحس بالغربه تحس بها مزيان. انا يلاه جيت تقريبا يومين وان شاء الله باذن الله قطعت اليوم الورقه نرجع المغرب نعيد تما ونخلي ولادي هنايا حقاش الواد عندهم مدرسه ما عندها الا رسول الله. ولكن اسمح لي انت كتقول لي المغرب مزيان كلشي مزيان علاش ما ترجعش تستقر في المغرب؟ ما كرهناش اخويا نرجع انا كان عندي الاولاد ديالي بغيو دابا مغدا ما نقدرش نحفظ ولادي مش انا نموت على المغرب ونبغيه والحمد لله حنا كبرنا في المغرب والاخوان ديالي كنت كبروا المغرب الحمد لله ماشي شي عائله فقيره والله الحمد لله الوالد ديالنا ما كانش في اوروبا باش عايشنا عايشنا الحمد لله. الله يرحم الوالد اللي عنده شي خدمه في المغرب والله الا لا جبت تسد تما يعني هنا اللي جاي يتعد مزيان الا جا واحد براقيه ومقطع يعني ماشي مشكل يجي يشوف يجرب حنا باش كل واحد والرزق ديالو ولكن يجي هنا وقعد كرفص من الاحسن يبقى له تما يعني صعيبه الواحد يعني باش يجيب الاوراق يعني اللي يجي يقول بدا بالزيرو وما عنده لا ورق لا والو والله الا صعيب بزاف والله الا صعيب يعني نهضروا على من ناحيه صعيبه يعني. نعم من اي ناحيه كل شيء من بعد المعيش كده يخدموا بلا ورق لا ما غير يخدموا بلا ورق هما جاوا الناس من اسبانيا هما الناس تاع اسبانيا عندهم جنسيه اسبانيه وقسم لك يمين لك اللي كيف في الزنقه يعني هذا يعني جنسيه يعني عنده جنسيه المانيه كانك عندك جنسيه يعني المانيه وهي يعني اسبانيه بحال انا اني نقول باسبور احمر يعني اوروبي والله الا مقطعين اللي جاوا شويه اللي كانت شويه غفله يعني مزيان ولكن شي واحد يعني يسمح بالخدمه ديالو في المغرب يقول لي هنايا انا ننصحو في سبيل الله يعني يبقى بلادك والله هذا يبقى بلادك واحد هنا مقطع ما عنده لا تصيله لا معدن لا هذيك اي جي راه مكرش كرش المغرب يجي هنايا ويكون واحد عنده الخدمه ولا شي حاجه من الاحسن يبقى بلاده بلادنا ما كاينش بحال والله الحمد لله حنا كنقولوا والله لا كاين امل بلادنا والله لك الحمد كلشي الدول كلشي سواء الاسلاميه او يعني يهوديه ولا والله كيديروا على المغرب كما حنا نقولوا المانيا نايديش بالعربيه نسيت كيقولها يحسدونا وسبحان الله وتا الملك يعني الله ينصره وقال يعني الله ما اكثر حساد انا والله نطلبوا بالعين شرح مرحبا الله ينصر الملك انا والله الله ينصره والله يزيد له والله لا كنبغيوه بصراحه ماشي نقولها زعما حق راني هنا كنبغوا الملك ديالنا الحمد لله دوله الامان المغرب اول الدوله الوحيده الحمد لله فيها الامان كتمشي مهني مهني كتمشي اي اللي بغيتها اوكي كيقول لك الناس يعني بالوثائق ولا في المغرب يعني قاصح باش تجيهم حتى انا راه قاصح واش انا سهله هنا يعذبوك والله حتى يعذبوك اكثر كانك يعني ما عندك جنسيه المانيه وعندك جنسيه مغربيه ما كاينش بك كاين سهولات ولا نورمال سهولات حنا كنقولوا ما كاينش طب ما عندناش طب في المغرب مثلا طب هنا كان كنخلصوا من جيبنا ما كنعيقوش به بصح كلشي كيخرج لنا كلشي كيخرج من قلبنا حنايا ولكن ما كتكفر معاهم بزاف ما كيعرفوا كاع يقول شوف يعني والطب والله كان في المغرب احسن منها اقسم بالله العظيم انا ما كنمشي للمغرب كنداوي راسي على تما احسن من هنا وكتفاهم معاه الطب يقلبك مزيان انا يقول لك هكا يقول لك السلام عليكم يعطيك طبيب يعطيك كنينه ولا كما يقول في المغرب كنت غير بالدواء اي داوي ولكن حنا عارفين الطب في المغرب عندنا ضعيف بزاف يعني ولكن واخا كاين الناس اللي كتبقى في الزنقه الطبيبه كنشوفوهم كيستقبلوا حقا حقا ونطبوا ان شاء الله هذه يعني يعني انا لا ماشي ما كاينش لا طب طب كاين نعم خويا وحتى الناس اللي في ايطاليا وحبوا يجيو هنا راهم معذبين راهم في عذاب اسود انا عندي في الدار 11 واحد دابا جبت واحد ورايح غير الاخرين الحمد لله ناس في العذاب ساكن هنا انت ناس في العذاب انا مش ساكن انا مهاجر في ايطاليا وعندي شغل هنا جيت نشغل ورايح في حالي لقيت الشغل هنا انا عندي شغل تاعي بكونترات وانا ارتيجان وانا الحمد لله يعني كاين دليل الحمد لله دليل قلنا عن الناس في اسبانيا ها هو شخص من ايطاليا الحمد لله يعني قلنا جيت من ايطاليا هنا امانه على حساب الشغل في ايطاليا جايه على شغل ما تضمنش شغل هون هي تروح في حالها احسن ليا تروح للمغرب احسن من تجي تهاجر هنا صعيب بزاف 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 صعيب ولكن كتبقى واحد الفرصه كاين الناس اللي جات من هنا وعملت مطعم ولقات داكشي ارزاق بيد الله ولكن السبب باش ديروا هنا سير لبلادك ودير السبب هنا ما دير السبب هنايا الناس اللي فاشلين 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 عندنا صعوبات الواحد اللي بغى ما عندنا الصعوبات البلاد اللي بغى يعيش مستوى وطني تاع البلاد وتاع السياده الوطنيه راه عايش في البلاد نتاعو ولكن اسمح لي انت علاش ما دوتش تستقر في البلاد يعني نعم انت علاش ما دوتش تستقر في البلاد انا كنت الناس عامره راسها باش تهاجر هنا هاجرت الاغلبيه تاع فشلات قالوا لي واحد الناس قليله نسبه معينه قليله اللي هي قدرات تمشي معها كاينين دوافي هنا الناس اللي ما كاتبه باش كاتب باش باش كاتبه الحمد لله اخويا هو الدليل حنا تكلمنا على ناس من اسبانيا ولا من ايطاليا لان كاين الناس اللي تاثروا بالازمه الماليه كيبغوا زعما يقولوا يجيو من المانيا كنقول ربما يعني ولكن هنايا ما كاينش عندك شفت هنايا كنقول حق المغرب راه بالعف وانا راه كثر ما عنديش العف هز الكلمه انا كلشي دابا بالعف كاينش اللي يغطي عليك والله ما كاين كل واحد نفسي واخويا الطب والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البلاد ديالنا راه غاديه بواحد التطور جد مهم الحمد لله غاديه يعني كتبان وعباد الله كنا كنمشيو غير مثلا احنا من مدينه زايو باش شي فاس 700 سوايع الحمد لله دابا كاين طريق السيار
سوايع ونص للسوايع تما الحمد لله هذا كتشوف التقدم كاين والله الحمد لله والله الحمد لله الناس كانوا كيمشيو بكري الناس كانوا كيمشيو بكري للمغرب كانوا يقعدوا يعني زيار ايام في الخزيرات ولا في الميريا هذا الحمد لله تمشي تقطع نيش عادي توصل في الوقت اللي بغيت شو انت العاشر نعم هو بس هو ما عشان تعيش نورمال ولكن اسمح لي كاين الناس اللي عايشه في المغرب كتقول حتى هي عايشه في الغربه وكتقول اللهم الغربه في اوروبا ولا الغربه ديال المغرب او دي الغربه راه بعدا عايش قدام وليدك ربما تقى وليدك يصرف عليك ربما تقى تقعد ما تاكل انا راني ما بكرتش وتصبح الحال يعني تنوض بكريك ما قالوا تمشي والله ما كاين ما كاين حتى واحد كاينش لي عقل عليك ما كاين حتى لي عقل عليك شنو عقل عليك هنايا في المغرب ربما دبر هاك وهاك يعني دق اي واحد دق عليه يوكلك يعني والله حتى يوكلك الحمد لله احنا بلاد الكرام ماش ما نقوش ولكن يعني باش انا نقول دق على شي واحد هنايا انا غدا يمكن تستنى واحد الساعه يدق عليك ولا كتسقوا علينا هنايا ولكن اسمح لي كاينه مساواه الدوله كتساعد ساعد من الى عندك الورق كاملين وخدمت مثلا ماشي غير دابا يجي طايح من السماء يتعاون الدوله مستحيل زعما مثلا السيد زعما ايطاليا اوكي هو دابا كيبكي لك جيم ايطاليا غير كيعاونوك حتى يرشوا لك دارك حتى يكسروك عاد يمكن يساعدوك حتى تبقى في الفينال ومحال واش تمشي بلا بينسيوني تاعك وبلا بينسيوني ديالك كتموت بسرعه انا دورتموند 10 سنين ولا خدام 10 سنين عزك الله بحال شي حمار خدام الليل والنهار وهذه مرات تلقاسني عندي مشكل ديال السياتيك حنا نقولوا في المغرب السياتيك يعني الالمانيا يقول بانشايبه قسموا لك 10 سنين كنخلص يعني راسورانس ديال يعني تاع الطب نقولها كرانك فاشيرون كنخلصها يعني وما امروش للطبيب نهار اللي بقى كثرت يعني من الطبيب بقيت تحول لبريا لا خصك تمشي تخدم خصك دير هادي تفهم وعشر سنين خلينا تعاود ترجع حالي عيد نقول لك انا الطب واش كنخلصوا من راسنا كنخلص على شي واحد اخر هذا هو المشكل والمغرب الحمد لله انا كنت ديك الدراري اللي كتخلص يعني كتشوفها كترجع لك يعني النهايه كترجع لك في المنام التعليم ما كاينش كتشوفش التعليم ديك الفلوس التعليم 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 يعني التعليم العمومي هنايا اسم التعليم ما كاينش التعليم يعني المانيا كاع فوق عندها جهد التعليم حقا التعليم وكنت تعلم انا من خلص انا الرسورانس ديالي اسم التعليم انا اللي يفيدني انا ولا يفيد هما اللي يفيد الرمان ديالي ما يفيدنيش انا هنا المهم لا اله الا انا كنقول لك خويا ما عجبكش السيستم ديال المانيا ما عجبنيش كاع اوروبا نهائيا واحد يعني انا عندي اخ ديالي معلم يعني اسمح لنا نقولوا هذا كيقول لك انتم عندكم كل الكلاب وبس يعني بلا ما نقعدنا والحمد لله نطلبوا رب العالمين يعني الله يعطينا شي خبزه سهله مهله واخا نعرقوا عليها الحمد لله يعني هذا حلال واحد اللي عرف الرزق ديالو ولكن يا اخي صوم رمضان ما كتسمع لا 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 تخيل انك تبيع الماكله وكتصوم رمضان اسم الصيام عندك فكيسمح سمعنا بلي المانيا عاطيه حقوق المسلمين يعني حالاش يعني عاطيه مساجد يعني حق المساجد راه ماشي غير واخا المساجد ما عندش حريه تامه دابا كاين اي مسجد كتدخل عنده كاميرا اي مسجد كتدخل ما عندش حريه التعبير ديال المسلمين مراقبه حريه ديال حريه التعبير ما عندكش الحمد لله انا كنصحك من الاخوان اللي عايش المغرب وعنده شي دخل يعني واخا يعني لا بالقليل والله اللي يحمد رب العالمين وشكره والله اللي يحمد رب العالمين راه قدام عائلته قدام راه كتجي هنا والله واحد اللي كيفكر ما يفكرش الماده الماده ماشي هي كلشي الا كان عندك راحه البال هي كلشي ما الماده انت غترجع بصح انت عايش واحد الحياه انا هانيش لاوروبا ما كنعنتش غير كحله تشعر بيضا السماء دابا راه شركه بيض بحال القرطاسه ريفي ريفي الحمد لله يعني وخويا كنسلم على عليكم نتوما وجزاكم الله خيرا ونطلب رب العالمين الله يوفقكم في مساركم هذا وحنا يعني رب العالمين يخلصكم والله يجزيكم بخير وكنقولها مره ثانيه او ثالثه ونقولها حتى الف مره اللي عنده يشتري زي البلاد يتهلا فيه والغربه راه واعره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شي دار تحرقت الخاوط الدرايه فين هي تحرقت واش حرقت ولا حرقوها؟ حرقوها شي واحد حرقها يعني هاد الحومه هادي معروفه في كل شيء يعني بحال في المغرب يشني فيها العرب فيها المغاربه بزاف الحومه فيها مشاكل بزاف فيها مشاكل بزاف فيها يوميا الضرب والجرح يعني فهمتي هادي الى شتراسه اللي ما عارفه شي زيد يعرفها فهمت ماشي بولانسينا وحده ولا جوج كتبر 10 7 غير انك كتشوف دور الكاميرا وشوف الخاوه المهم الخاوه انا دابا نجيبك عند الدراري هذه هي الحومه العربه فين كتشوف الاجرام واقع والدراري مري المهم الخاوه السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته خويا حسن الغزال سي بينو مرحبا سي بينو الجاري الالماني تفضل معاه الله يعزك اخي حسن تفضل سي بينو محل محلك الله
مرحبا بكم. قل لي اول حاجه طلعنا نتحوم انا وشفنا يعني كي ما شفتش شنو وقع لنا واحد الدار تحرقات تماك واحد الفولوني كان يشربوا شويه وحرقوا الدار الاجانب يعني مع بعضهم والاجانب مع بعضهم. تفضل. هاد الحومه اكثر هي المغاربه تقريبا هذه ناقصه غير الرايه ديال المغرب وتولي مغربي كان في المغرب نقول كانك تقريبا في المغرب هنايا راه كتعرف راه كاين السلعه راه كاين السلعه ديال المغرب كتجي تسنى هنايا الحمد لله جما موفر لنا كلشي هاد الدربه هذا. المغاربه كيواجهوا شي مشاكل هنايا بالضبط المغاربه راك عارف حنا المشاكل فين ما مشيتي راك عارف شي معين كتعاني من الجاليه المغربيه هنايا في الدسولو هنايا في الدسولو المشاكل ديالنا هما مع الادارات ديالنا مع يعني القوانين ديال الاداره ديال المغربيه هي اللي عندنا معاهم المشاكل دائما كتواجه مشاكل الحمد لله مع الالمان بالعكس مع الالمان كتلقى تسهيلات اكثر مع المغاربه ان شاء الله وشكرا بزاف شكرا بزاف تحيه للمغاربه كاملين في جميع بقاع العالم السلام عليكم تحيه عن المغاربه لما نكمل عليك حاشيه اللي بغيتي توفر لنا خصني رزقي خصني حقي راه 14 عام بالغربه وثلاث سنين الله يا اخي الله يوم يهللوا عليك تصدر لي كان عندنا حرق وانا فرقيا الرسبت مي ماخر الرسبت شنو لقيتي هنا في المانيا اللي جيتي لنا شنو عطاتك المانيا؟ المانيا هنا جبرتي مشاكل والحبس هادشي اللي جبرت يعني في المغرب لقيتي مشاكل صافي هادشي اللي جبرت وفي المشاكل اكثر المغرب كثر جبرت المشاكل العام والو ما عطاتنا والو عمي مشاكل يعني لا خدمة لا قراية لا فهمتي ما ربينا ما غنينا ما والو ما شنا والو فهمتي شهر تسعه الزاقه وسبع شهور كضربها في الحبس فهمتي الله يا اخي ماشي هيدا عمي يا اخي شوف الشباب السلام عليكم شوف الشباب انا معاكم انا من العوام الشباب ضائع شوف عندي لكم الرساله شوف رساله الشباب اللي كاين في المغرب الدراري عندكم ديالكم اوروبا اللي ما نعرفو صالتو الجنة تبعوا الحلال والطريق ضل الله والله يعاونكم وتبعوا شي مرا وشي درية انا ما نشجعهمش شي ميسي ولا يبقاو الا كنتي مسخوط الوالدين ترجعي للمغرب السؤال هذا مزيون وانا نجاوبك عليه انا الخوا عندي هنايا بزاف في الغربة فهمتي وما عطاتنيش هاد الغربة هادي وكنتمنى ماشي المستقبل ديالي هنايا انا ولد المغرب عارف راسي ما عنديش مستقبل فهمت ندمت والله تندم صراحة نيش نقولها لك الخاو نص حياتي ضاع لي في الحبس ونص حياتي انا باقي عنتو شنو نعمل باش حاجة ديال الحلال الله يحقنا كنطالبو 20 مليون عطيوها لنا غير بارتمان غير بارتمان بارتمان وموتور اي موتور بارتمان وموتور انا في المغرب وانا انا دائما عايز بنديره ديال المغرب دائما هايزه واخا عايش في تكارفيس واخا كمسيب برد يعني المغرب المهم على باليش المغرب المغرب بلادنا الخاوه هذيك الارض ديالنا الخاوه المغرب بلادنا الارض ديالنا نور ما حنا كنبغيوها حقنا ما عطاوهناش يا عمي ها بروبليم دابا فين هو داس بروبليم فاغوم مغطس ربي هو اللي غادي يكون اما هما في يدهم والو ربي هو اللي غادي يكون واما غادي يشبروا اما طريق دايده اما دايده حدا منه فين الله يعزك انتي عندي عزيز اخي حمزه فين تشوف في انترنت اخاوة المهم احنا ما جينا الخاوات انا ما جي دابا الشنطه انا قريب نوصل لك اخاوة المهم انا ما جي دابا صافي يلا تهلا اخي حمزه ها هما الدراري فهمتي كيفاش الخاوة هادو الدراري شنو هاد المكان اللي كتجمعوا فيه هادي هوبانو في سنترو د المدينه فهمتي المهم هادو الدراري صحابي خوتي مغربي في الغربة وعبروا على راسكم وهضروا كما كتعرف اللي عارف الله يرزقك اخي ديالك ان شاء الله خوتي ايوا الدراري مغربي في الغربة اخوتي الغربة راه انت كتشوف شنو واقع هنايا راه غير الحروبات ومآسي وما كاين والو كذب عليك كذب راه الدراري عايشين مساكن هنايا ما كاين والو قال لك كذا بلاد جنة راه والو راه الارض هادي يعني ما كاين من عنده عاليه والو الدري في البلاد اللي عنده مسكين شي حاجه غير يتقاجا فيها يتخشى فيها مسكين هادي يدبر شي 10 اورو شي 100 درهم في النهار قافيه تما اما هنايا تقول لي الاوراق فلوس مسيبين راه ما كاين والو الناس اللي باغا تجي لنا بدا مصير انا النصيحه ديالي نقول له اخاوه ساعه في يمك وبابك ورده الوالدين وتبع الطريق ديالك والخدمه ديالك اخاوه في البلاد شوف اخاوه شي خدمه بوشك الله بيضا 100 درهم في النهار وعايش ترانكيل وطلع فتح سورته الدار مع يمك وبابك واش اللي يدا وبوس لبابك يدو وارتاح مع راسك الخاوه راه طلع لنا اخاوه راه ما كاين والو ما كاين هنايا لا خوت عشيري ما كاين لا خوت لا عائله لا فاميليا لا والو تجبر الخير في براني وما تجبرش الخير اخاوه اخوان اخاوه هذا العبد الضعيف اللي كيهضر معاك منو راه الفيلم ديالو طالع فهمتي الله لاقينا مع رجل وداك الدراري اللي باقي كيحرقوا في مرسى
هذيك الطبقه كيحس كاين الطبقه، انا كنهضر على ديك الطبقه اللي باقا فهمتي باقي ما عرفاش، كيعرفوها غير اللي كيوقفوا عليهم سطوب بالحديد. هادوك دابا كيعرفوا كيفاش يطلعوا غير يجيو لهنا، راهم ضايعين في المغرب كينعسوا في الزنقه. يعني وتا حما انا كنشجع على الحريق، حق كنشجع على الحريق بواحد الطريقه. هادوك اللي في المغرب كينعسوا في الزنقه الدراري دراري هادوك الخاوي الدراري ملي كتهضر تطلع بحال هنا ما عندها ما تعمل في هادوك اللي عنده خاي ديالي هادوك كلشي ما كاين والو هنا كاين الخاوي ماشي ما كاينش ولكن ماشي بحال شحال هادي هنا غادي تطلع باش ما تقولش قال لك دري قالوا طلع اصلا غادي تكرفس غتمرمد غتعسبس في النعاس في الزنقه دبا الله راسك ان شاء الله غتغمقوشي ديك الدراري اللي كيعودوا عندكم بالحديد راه ما كاين والو كاين كلشي عايش بالترامات كلشي عايش بالحرام كلشي عايش بالكريدي هنا فهمت ما يدوخوكم شي راه هنا داو مدخل شي كتشوفوا بلاد كيهبطوا الطوموبيلات الناس باينه بزناتي عام دات تكارفيس انا نقول هضره وحده وهضروا كاملين بكم عام دات تكارفيس وشهر دات تفركيسه الدراري نتوما اللي في طنجة اللي تراضوا يعرفوا شي النكايه سمعني راه هنايا كلشي كيشكس الطوموبيلات كلشي حارك في الترامات قهوي كاع ما كيخلصوهم بكيعاودوا طنجة كيقول لك احنا اللي ما كاين لا لا والو كيف لين كيف هنا الحمد لله طنجة الخاوه فيها جوج بحوره خيراني دا لا على الواحد ب50 درهم يقنع فهمتي ما بعطيزو اللي مسكين ما عنده لا يمه لا باباه يطلع يتغرب الخاوه اللي ما عنده والو مقطع من الحبالات يطلع عندنا هنايا مسكين يبوشكار شوف ما نعرف روسو الزياق ديالو فهمتي ماندر اما اللي عنده مسكين الدويريه ديالو يما مسكينه شيبانيه كبيره خليك حدا يمك حنا يبيدنا الخاوه بقى لنا عام عامين هنايا غنهودوا فحالنا هاد العرض الضعيف اللي كتشوفوا عام عامين انا هودوا الحويمه ديالنا انا هود الخاوه المغرب الرياح مع راساتي ما خصني حتى شي خير اخاوه ونعار كيفاش نجيبها من المغرب انا على حساب اللي جابها في الغربه غيجيبها في البلاد حنا يا خاوه ماشي حنا كبرنا في البلاد ما كبرناش هنا فهمت على حساب الناس هادو عنصريين وراسيست ونبينا عليه السلام المغربي في الغربه يا فينو مغربي في الغربة غريب ديما نمو تقريب حنايا ما محسوبين شي غيمة حتى شي تشوفوا فينا عينا ما كنهضروا حتى واحد مداها فينا كتكذبوا علينا في التلفاز غمقتوا علينا انا كنبكي غير الدم ومغرب جاري لي في الدم بالعمال اللي كتسرقوا بغيت كل واحد في بلادي صحة تردوا له حقه كل ما خرجت لي من قلبي شحال غنبقاو ساكتين نموت وحده كي سهله ربي رساله ديالي واضحه واذا ما فهمتوهاش يجيبوا بنكيراني شرحه حنايا حرقنا وياخرين باقي غادي يزيدوا يحرقوا هاللي حصل هاللي وصل هاللي في البحر غرق شحال غنبقى ساكت ضروري غادي نقول الحق فينو انظر في نكرش الحرام دايرين غبينا فهاد مدينه من عذري نفطم نهجر ونصفين مدينة أخرى نسجن في الحرية الحفرة بيدي غادي نحفرة شوف مع هادوك اللي في البلد وحنا ما ضربنا حساب عتق هادوك اللي تما راه بنادم كيتزيد غيتزد ولاد بلادي بعيني كنشوفهم ضايعين في الزنقة ولاد كلب كيضحكوا في الحديد عاملين بيهم حلقة وإذا اعتقت يماك وبابك ما تقول أنت واحد مغرب هذا عشيري ما كيرحم حتى شي واحد كلامي عرفو كيبكي ما تلومونيش وإذا ما جبرت لمن غادي نشكي قاضي في المحكمة غرق ولاد الناس في الحبس لابس كلاس شارك مع الوزارة قرعة وكس هادوك يضحكوا علينا ضربين الدنيا بركله والله ما على بالهم بينا خاطر خاوة مغربي في الغربة مغربي في الغربة مغربي في الغربة شكروا الدراري مساكن الدراري مساكن اللي كيشوف شنو يسمك الله اخاي مغربي في الغربة مورد كنشكروا مورد قبري الدراري ديالنا مساكن اللي كيعرفوا كيحقوا بالحراقة مساكن اللي عايشين هنايا كيصوروا الواقع كيقولوا شنو كاين باش كيوصلوا لكم فكرة المغرب كيف كيعرفوا شنو كاين فهمت كنشكركم بزاف خاي مورد وخاي انوار الدراري ديالنا شكرا بزاف والناس الدراري ديالنا اللي في البلاد الله يعاونكم الله يجيب الصحه الدعوه اذا كانت هذه نهايه حلقه اليوم كما العاده كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم كنتمنى نكون وصلنا واحد الصوره على الجاليه المغربيه ديالنا كيف عايشه في مدينه دوسلدورف كما كنشكر جميع الضيوف اللي استقبلونا هنايا احسن استقبال وكنشكر الناس اللي متبعينا على صفحه الفيسبوك وكنقول لكم ما تبخلوش علينا بارائكم تعليقاتكم ونتلقوا في حلقه مقبله ان شاء الله في بلاد جديده ومدينه جديده السلام عليكم حنا يا ما محسوبين شي غير ما حتى شي تشوفوا فينا عينا ما كنهضروا حتى واحد مداها فينا كتكذبوا علينا في التلفاز غمقتوا علينا انا كنبكي غير الدم والمغرب جاري لي في الدم بالعلى اللي كتسرقوا بغيت كل واحد في بلادي صحة تردوا له حقه كل ما خرجت لي من قلبي شحال غنبقاو ساكتين نموت وحده كي سهله ربي رساله ديالي واضحه واذا ما فهمتوهاش يجيبوا بنكيراني شرحه حنايا حرقنا وياخرين باقي غادي يزيدوا يحرقوا هاللي حصل هاللي وصل هاللي في البحر غرق شحال غنبقى ساكت ضروري غادي نقول الحق فينو انظر في الكروش الحرم دايرين غبينا فهاد مدينة من عذري نصطم نهجر ونصفين مدينة اخرى مسجون في الحرية الحفرة بيدي غادي نحفرة بلادي ما عطتني والو ماشي بخاطري غادي نهجرة
تنساوش تتسجلوا معنا في قناتنا على اليوتيوب وتابعونا في صفحتنا في الفيسبوك مغربي في الغربة. مغربي في الغربة، صوت الجالية المغربية المقيمة في الخارج.